طبعا احنا الان بنتمشى داخل مدينة مارب والوضع بكامل استقراره وامنه. طبعا اليوم بضيافة المذيع المتألق الذي دائما يقدمنا، ولكن اليوم احنا نقدمه المذيع المتألق سمير السروري. اهلا بك يا استاذ سمير ورحبت. حبيبنا حبيب قلبنا يا سمير السروري، اهلا وسهلا، نورت مارب يا غالي. وبما انه قد لك كان يومين او ثلاث ايام، فكيف تجد الوضع داخل مدينة مارب؟ هل كما يقولون ام مختلف؟ والله الوضع واضح جدا من خلال هذا المقطع الذي بث الاخ عبد الرحمن المصري في موقعي الخاص واخبار كم 24 كم؟ ايوه 24. نعم، يعني نحن في شوارع مدينة مأرب، واضح جدا ان المحافظة تعيش في حالة استقرار تام. ايضا مراكز تجارية والمحلات مفتوحة طبيعي، ونحن اليوم هنا مع هؤلاء الشباب الرائعين المتميزين والمتألقين اللي ما شاء الله دائما تحفونا بإبداعاتهم الفنية والمسرحية. حبيب قلبي. ما شاء الله نشاط منقطع النظير، واليوم عملنا لفة على شوارع مأرب ما شاء الله في وقت متأخر، والأمور طيبة. طبعا هم اللي خزنونا، ما خزنش إطلاقا. طبعا سمير السروري أخذنا جولة وتعشينا وتمشينا، والناس موجودين والشوارع إضاءة والمحلات مفتوحة والأمن والاستقرار يعم مدينة مأرب. أمس قالوا أمس قالوا ضربوا مخزن دريش، الحقيقة هو مخزن ألغام اللي بننزحهم من حق الحوثة ومخلفات حرب، كنا عن قرحنا إحنا فقرحونهم. بس هذا الموضوع المطلوب كله، الموضوع كله. نحيي الرجال في الجبهات الحامين لمأرب، ونقول للحوثة المجوس مأرب بعيدة، صنعاء أقرب.